السلام عليكم تلاميذ المستوى السادس ابتدائي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح التمرين 2 الصفحة 120 موضوع السرعة المتوسطة. لننطلق. إذن التمرين يقول: تسير حافلة بسرعة متوسطة قدرها 80 كيلومتر في الساعة. انقل الجدول وأتمم ملأه. الجدول كالآتي: المدة بالساعة والمسافة بالكيلومتر. المدد هي ساعتان، ساعة واحد على اثنان أي نصف ساعة، ثلاث ساعات وخمس ساعات. بعد ذلك أنشئ رسما مبيانا يمثل هذه الوضعية. بعد ذلك استنتج من الرسم المبياني المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الحافلة لقطع مسافة 200 كيلو متر إلى الحل. إذا لاحظوا معي، هذا الجدول يتكون من المدة الزمنية والمسافة. المطلوب منا هو حساب المسافات بناء على هذه المدد الزمنية. إذا كما نعلم أن السرعة المتوسطة هي المسافة مقسمة على المدة، والمسافة هي السرعة المتوسطة في المدة. إذا كانت هذه الحافلة تقطع 80 كيلومترا في الساعة، إذا في مدة ساعتين كم ستقطع؟ إذا باستعمالنا للقاعدة، المدة تساوي السرعة، المسافة تساوي السرعة في المدة. بما أن السرعة هي 80 كيلومتر في الساعة والمدة هي ساعتان، إذا سنضرب 80 كيلومتر في الساعة في ساعتان، سنختزل الساعة، ستبقى 160 كيلومتر. وانطلاقا من السرعة المتوسطة، لأن السرعة المتوسطة هنا هي 80 كيلومتر في الساعة، أي أن هذه الحافلة تقطع 80 كيلومتر في مدة ساعة، يعني يمكن مباشرة وضع 80 هنا أو بإيجادها عن طريق القاعدة دي تساوي في في تي. في هي السرعة والتي هي المدة، إذا 80 في 1 تعطينا 80 كيلو متر. فيما يخص الحالة الثالثة، فواحد على اثنان ساعة هي نصف ساعة، ونصف في الرياضيات هو 0.5. إذا دي في هذه الحالة تساوي في في تي تساوي 80 في 1 على اثنان أو في 0.5. إما أن نضرب في 0.5 أو نتركها على شكل عدد كسري، 1 على اثنان تعطينا 40 كيلو متر. في الحالة الرابعة، ف D تساوي V في T تساوي 80 في 3 تعطينا 240. والحالة الأخيرة، 80 في 5 تعطينا 400. أو يمكننا استعمال جدول التناسبية، أي نضرب أولا نبحث عن معامل التناسب. وكما رأينا في السرعة المتوسطة، فإن السرعة المتوسطة هي معامل التناسب، يعني أعداد السطر الأول ستضرب في 80 تعطينا أعداد السطر الثاني. نمر الآن إلى المرحلة الثانية، هو الإنشاء. إذا لاحظوا معي الجدول، إذا سننشئ مبيان يتكون من المسافات ومن المدد الزمنية. إذا لاحظوا معي، أخذنا ورق مليمتري، قمنا برسم خط أفقي هنا أو محور أفقي، وهنا محورا عموديا، خصهم يكون هنا زاوية قائمة، هنا النقطة ذات المعلمة 0 0. ثم سنقوم بتدريج هذين المحورين، إذا سنعتبر كل واحد سنتيمتر تدريجة مثلا هنا في المدة. إذا لاحظوا معي هنا، هذا المحور اعتبرناه محور المسافات بالكيلومتر، وهذا المحور اعتبرناه محور المدة بالساعة. بعد ذلك سنقوم بتدريجه، اعتبرنا كل واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر كذلك إلى آخره. وهنا اعتبرنا كل تربيعة، أي كل نصف سنتيمتر. لاحظوا معي، هنا اعتبرنا كل واحد سنتيمتر، إذا واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، واحد سنتيمتر، أي بين تدريجة وتدريجة أخذنا واحد سنتيمتر. ماذا سنفعل بعد ذلك؟
إذا لدينا المسافات ولدينا المدد، سنضع المدد هنا في هذا الخط الأفقي أو المحور الأفقي، والمسافات في هذا المحور العمودي. إذا لاحظوا معي، إذا بالنسبة للمسافات اعتبرنا كل واحد سنتيمتر يساوي 40 كيلومترا، 40 40 120 40 260 40 240 240 280 40 360 40 400. أحضر على الصفر لا يظهر هنا، إذن 40 80 120 إلى هنا وصلنا إلى 400. وهنا ماذا سنضع؟ سنضع الساعات، إذن 0 ساعة، 1 ساعة، 2 ساعة، 3 ساعات، 4 ساعات و5 ساعات. بعد ذلك سنستعمل القيم الموجودة بالجدول. لاحظوا معي أن المدة 1/2 أو 0.5 أو نعم 1/2 تقابلها المسافة 40، والمدة ساعة تقابلها المسافة 80 كيلومتر، والمدة ساعتان تقابلها المسافة 160 كيلومتر، والمدة 3 ساعات تقابلها المسافة 240، والمدة 5 ساعات تقابلها المسافة 400 كيلومتر. بعد ذلك نأخذ المسطرة ونرسم مستقيما على هذه النقط، أي نقط التلاقي، ويجب أن نحصل على مستقيم يمر من جميع هذه النقط التي حصلنا عليها، لأن هنا الوضعية وضعية تناسبية. فيما يخص سؤال جيم، ما هي المدة الزمنية التي ستستغرقها هذه الحافلة لقطع 200 كيلومتر؟ إذن سنأخذ المسطرة ونرسم خطا مستقيما هنا، خط مستقيم، لاحظوا معي. بعد ذلك سنقوم بإسقاط هذه النقطة، الإسقاط أو المسقط العمودي كذلك. هنا سنلاحظ أن المسافة 200 كيلومتر تقابلها المدة، لاحظوا معي، أتت هنا في النصف، إذا 2.5 2.5 ماذا؟ ساعة. لكن إذا أردنا، إذا كنا نريد أن الوقت مضبوط أو المدة مضبوطة، إذا من خلال الميزان يتضح لنا بأن المدة التي ستستغرقها هذه الحافلة لقطع مسافة 200 كيلومتر هي ساعتان ونصف. من أين حصلنا على ساعتان ونصف؟ لأن 2.5 ساعة تساوي 2، إذا نحتفظ بالجزء الصحيح، والجزء العشري نضربه في 60 للحصول على الدقائق، تعطينا ساعتان ونصف. أراكم في شرح آخر إن شاء الله.